يقول: هل وقت النهي بعد العصر يستمر إلى أذان المغرب فقط؟ هل إيه؟ يقول: هل وقت النهي نعم بعد العصر يستمر إلى أذان المغرب فقط أم إلى انقضاء الصلاة؟ وهل يجوز يستمر إلى الغروب حتى تغرب الشمس، من صلاة العصر حتى تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس حلت الصلاة سواء أذن أو لم يؤذن، تحل الصلاة بغروب الشمس. نعم.